سؤالي لا تشرح هاي هاي قفكي أي شهوة وكتم هذا سو قعد سجى ما كيرينه وحل لي هاي شهوة إسكا كان هاي وحي قفكي السبب المقدوي ولذلك فقادي فيلم كان وقت وريه رمى كيرينه لكن في التفكر بينه كيرين وحمو كفكره أما في النظر وحمو في يري لأن قفكي النظر سبحانه وتعالى في ذيك العين طيب أنت لا أدو حفي ريسو أنا أدو حرف كرتو وحبي فكسو يلي هذا هذا سببه وحي أدو السبب اللي طابن كان أقول هذا هاي وأديك السيدة كوي من مسؤولية دي على قاضي مك رمضان كو حفير سيغا مالنتي هل إسكد داي هدان دي نحلين كي صلاة هل تبدا القرآن كافس كان رؤود هذا الله بري حلق السحورة إلهي وحن هل دعوانا إلى هل إسكد داي وأبي السنة شن مويك اللي جري سير وانك على هذه الجنة لك واقف سادة داير تواقف سادة خلاق تواقف ما تبى نهش الجنة وهرو أن حتى كدر ودي بالألوان شن مويك ما ربع وقد حشونا يسح طاعي قومته أما يكول ولدتي هان شرتي عند جري سنة لو قال هذا شن ما تشابك قوة شرتي سير لي تلفونك شن ما ولا حتى عيالك السحر عطاه ترى وبستها لسكت ذو نركل الدبيو وصل بستر هوسي سال على شيء لنا فيلم يا شنبي تي في بوك هذا ولا ينظر على عليه ما قال حبا ما بين الصوم قرايو إلى هلا جاي أبو إلى هلا جاي عبس الصوم أنا سهل أنا يرى وحن كل يا شان الله دعوانا يا ريس كذا يبلا يتوب جزاك الله خير